بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، مرحبا بكم في محاضرة الصحافة. نستكمل إن شاء الله حديثنا الذي بدأناه في مهام الصحفي والمهارات التي ينبغي على الصحفي أن يتحلى بها ويجتهد في تحصيلها. من ضمن هذه المهارات القدرة على ضبط التحرير، عليكم السلام، لما يقوم به من نصوص، لما يكتبه من نصوص. ومن مهام لهذه المهمة، بحيث يستطيع أن يتناسب هذا النص الذي يكتبه مع عدة شروط. هذه الشروط متعلقة بمهارات شخصية أو سياسات للصحيفة نفسها. أما المهارات الشخصية، مثلا يكون النص هذا مناسبا لحجم الموضوع. لما يكون الموضوع كبير قوي ممكن نفسح له مساحة أكبر، الموضوع عادي بسيط أقل من البسيط، يعني برضو يعني في هذه الحالة سياسة التحرير بتتحكم في الموضوع من أكتر من اتجاه. يعني ممكن مثلا الصحيفة تقول مثلا إذا كان الموضوع عاجل ومثلا له سبق معين، فنفرد له مساحة أكبر، مدام كمان يعني يحتاج حتى كلام ده ولو في الموقع على الانترنت. نفس الشيء نجعله مثلا في السلايدر بتاع اللي هو اللي بيتحرك، يعني اللي في الصورة كبيرة والكذا، ولا هنخليه بدون هذه الصورة، مثلا هنفرد له كام فقرة الى اخر ذلك. الصحفي نفسه مع الاستمرار بيتشبع بمهارات الاداء من جهة، ويتشبع ايضا بادراك منهج الصحيفة بتاعته من جهة أخرى. فلكن التحرير هنا بيلعب هذه القضية. الصحفي نفسه بيضبط الموضوع وفقا لمفاهيمه وهو ما أدركه، ثم يأتي من هو أعلى منه ليعدل ويضبط ويؤخر ويقدم وهكذا. أحيانا يلغي الخبر كلية حسب ظروف التحرير نفسها. يعني قد يأتي خبر أشد أهمية مثلا يغطي على أو تطور في الحدث نفسه، والأحداث بتنبني على بعضها البعض. أصبح هذا الخبر اللي هو كان من نصف ساعة مثلا في بدايته، أصبح المستجدات اللي عليه تلغيه وهكذا. أيضا فكرة اللغة، يعني من جهة فكرة ماذا سنقدم وماذا سنؤخر وبأي حجم سنشتغل على هذا العمل، ثم فكرة تصحيح الأخطاء. كلما كان الصحفي جيدا في لغته كان يوفر على نفسه وعلى غيره التصويبات التي تحدث دائما. ايضا زي ما اتفقنا، اذا كان في نص ده له مساحة معينة بنقول له والله انت املأ مثلا هذه الصفحة بعشر اخبار، فهو بيعرف ايش الاخبار دي كم احجمها وكم مساحتها المطلوبة. فكرة برضو التبسيط المعاني، توضح حذف الكلمات مثلا المكررة أو المعاني الصعبة، كل هذه من مهام التحرير. أنا بشتغل تحرير، أنا ممكن وأنا بكتب كصحفي أوفر على نفسي أنا أو على غيري جهود كبيرة قوي لو أنا التزمت بمهارات التحرير الصحفي الصحيح. يعني أنا ما حطش حشو كتير، ما حطش كلام غير مفهوم، ما طولش التفاصيل بشكل زائد إلى غير ذلك. أيضا الانتباه إلى منطقية الخبر وموضوعياته. أما المنطقية أن الأشياء ما تبقاش فيها أوهام أو أفكار أدبية أو أشياء غير، يعني إحنا بنقول الخبر ده هي المعلومات البيور كده، حاجات يعني إيه، تكلم عن معلومات. إذا بقى هنتكلم فيها أشياء فيها بأسلوب آخر، بأسلوب أدبي، هنحط بس شوية تفاصيل زيادة وبتاع، هننتقل من الخبر إلى غيره من الفنون. لكن بما أننا نتعامل الآن مع الخبر، الخبر له أساسيات. من ضمن هذه الأساسيات إنه يبقى واضح، إنه هو يكون بسيط، إنه هو يتكلم في حول المعلومات بدون يعني ما يكون إيه
هناك تجني او جنوح الى مثلا الجزء الادبي او الجزء التفصيلي، تفصيلات زايده او ارائك الشخصيه، فكل هذا يتجنب الشخص الصحفي المناسب الوقوع فيه. حتى ايضا فكره الموضوعيه، ان مثلا ما بقاش في بان تحيز معين ضد حاجه او جهه او التعامل بشكل خاص، كل ده من ضمن الاساسيات للتحرير الصحفي. فنقول ان احنا بنجعل النص مناسب للسياسه، بنجعل حجم النص نفسه حجم مناسب، بيخلو هذا النص من الاخطاء، بيخلو من التفاصيل الزائده التي لا فائده بشكل واضح منها، يختصر يعني، نحذف الكلمات والمعاني الصعبه من هذا النص، يكون هذا الخبر منطقيا وموضوعيا. منطقيا يعني يتناسب مع طبائع الاشياء، واخدين بالنا؟ يعني ما تجيبش خبر زي مثلا في من اقوال علماء الحديث، يقول لك لا ياتيك الحديث الشاذ الا من الرجل الشاذ. لا ياتيك الحديث الشاذ الا من الرجل الشاذ. بنفس المنطق ده لو الى حد كبير بصرنا انفسنا به، نشوف مين اللي بيقول، ماذا يقول. مبدئيا مرات كتير انا بحكم على الكلام اللي بيتقال من ان الشخص اللي بيقوله له مصداقية ملهوش مصداقية، رجل متطفل، رجل عالم، رجل كذاب، رجل مأثور عنه المبالغة. فدي المنطقية في الأمر من جهة، والموضوعية من جهة أخرى. الموضوعية أن أنا ما أكونش متحيز، ما أكونش أن أنا يعني إيه أدخل آرائي في الفكرة إلى غير ذلك. أيضا فكرة تحسين الأسلوب في الصياغة من أجل جذب القارئ، لا يعني أن هو بيكون الأمر إيه معلوماتي، الخبر هو معلومات زي ما اتفقنا، لا يعني انه ما دام الامر معلوماتي ان انا يعني يخلو من جزاله الاسلوب. لكن احنا بنقول ان احنا نبتعد عن الصياغه الادبيه، لان الخبر ليس مجاله الصياغه الادبيه. عايز تعمل صياغه ادبيه ممكن تدخلها شويه في التقرير او التحقيق، ممكن، ومجالك اكبر في المقالات، تكتب كما تشاء في اي مقاله باسلوبك الخاص. لكن ما دام خبر، لا، الخبر ده هو استيفاء المعلومات الاساسيه اللي احنا قلنا بيوصف بيها اي شيء. الايش؟ الاسئله الاساسيه. ماذا حدث؟ متى حدث؟ اين حدث؟ من قام به؟ وكيف حدث؟ مفهوم؟ هذه الاسئله بتضبط بها اي شيء، اي شيء. انا خرجت مثلا من المنزل وتوجهت الى ايه؟ الى المقر الاكاديمي مثلا. يبقى انا، يبقى من، ماذا، توجه، اين، الاكاديميه، الساعه كذا، مفهوم، كيف انتقلت مثلا بسياره، اصبح كل ده ايه؟ وصف للموضوع ده. هو الوصف هو الخبر، خبر يساوي وصف. اذا هنقول بقى لماذا، دي حاجه تانية، هنخش في مجال التحقيق او التقرير. تقرير والتحقيق، لا، ده خبر. الخمس أسئلة دول عشان الخبر بس. عشان تصيغ أي خبر لازم تستوفي الخمس أسئلة. أنت تحطها أمامك كده وأنت بتكتب الخبر. أنا ماذا حدث؟ نبدأ بماذا؟ ماذا؟ ماذا وليس لماذا؟ لماذا فيها شرح؟ فيها تفاصيل. ماذا حدث؟ يعني هو إيش حصل بالضبط؟ مفهوم؟ طبعًا أنا بحكي على إن أنا جيت، هو ما ينفعش خبر. لان الخبر فيه شيء مختلف غريب، مش معقوله هنعمل اخبار ان يكون الناس ماشيه، ما الناس ماشيه والناس ركبت سيارات راحت كذا، عادي، ده مش خبر. يعني ده ليس يعني ايه يتوفر فيه عوامل جوده الخبر، لا يتوفر فيه. واحد راح مش جاي، الست طبخت في البيت، اللي عمل حصل كذا، لا، ده ما هوش ايه مستوفي لافكار متعلقه بايه بجوده الخبر. انما هو في ذاته خبر، صح، بس هو خبر يطلع الى الناس؟ لا، خبر خاص، خلاص، حاجه. لازم يبقى الخبر ده متعلق بشيء جديد ومفيد واني، يعني في الوقت الحالي، واقرب الى العموميه. ممكن يكون خبر خاص بس يهم مجموعه من الناس، مفهوم؟ مثلا اخبار الثانويه العامه مثلا،
اخبار مش عارف في المدارس بكره هتفتح ولا مش هتفتح، دي اخبار تهم الناس كتير، قطاع كتير، لكن في قطاعات اخرى ما لهاش علاقه اصلا بيه ولا ليها اهتمام بيه، وهكذا. اخبار حتى الطقس مثلا، لو هنقول الطقس غدا مثلا ممطر كذا كذا، دي حاجه بتهم الناس كتير لان بتاخد فيها يعني ردود افعال وهكذا. اذا لما نعرف ان هذا الموضوع، هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه له اهميه انه يطلع للناس، ففي الحاله دي بنستوفي الايه الاسئله دي كلها في عرض هذا الموضوع. هنقول ان مثلا يعني ان اكاديميه الدراسات الاسلاميه والانسانيه تبدا مثلا الايه الترم الجديد مثلا للدراسه، ده خبر هيهم الطلاب اللي عايزين يتقدموا فيه او كذا، فممكن يصلح هكذا. لكن الاستاذ احمد جاء وضبط لنا الجلسه هنا وعمل الكمبيوتر وضبط الكاميرا، هذا لا يهم يعني حد تقريبا، يعني لان الموضوع مش بس ده، ده تفاصيل داخل تفاصيل داخل تفاصيل جوه المكان، لا انا بس بضرب مثال يعني. اخدين بالنا؟ ف يعني حسب اهميه الموضوع واهتمام مجموعه عريضه بيه، ده يعطي اهميه ايه وجوده لهذا الخبر، مفهوم؟ من ضمن احيانا يحتاج صياغه الخبر الى اضافه بعض المعلومات اللي هي غائبه عن القارئ بشكل مش موجود مثلا، يعني مثلا امتدادا مثلا للمناوشات التي حدثت منذ سنه كذا مثلا بين الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه حصل كذا، يبقى كلمه امتدادا للمناوشات دي انا ربطته ببعض جزء من التاريخ انا اقرب ما اكون مهدت له للي بيحصل ايه اللي بيحصل ليه، يعني يعني ممكن فيما بعد احطها في تحقيق. ها ممكن تتحط عادي، ممكن بقول لحضرتك امتدادا للمناوشات نقطتين كده مثلا ارمينيا مثلا تعتدي على كذا، سلام ورحمه الله، واخدين بالنا؟ فكل ده يعني برضو انا عايز اقول ان احنا لسنا في قوالب جامده 100%، احنا مش قوالب جامده، خاصه فيما اذا خرجنا خارج نطاق الخبر بتبقى في حريه شويه في التناول وفي الاسلوب وكذا، لكن لازم نلتزم بتقليل الايه الكلمات قدر المستطاع، بحذف الاشياء الصعبه، بحذف التكرار الذي ليس منه فائده، بتنقيه الاسلوب من اشياء غير موضوعيه وغير منطقيه، والافكار الادبيه والاشياء الادبيه، لو بعدنا عن كل ده يمكن ان نختار من الجمل والاساليب ما يكون يحقق جاذبيه و يعني يفيد الايه القارئ او المشاهد. اذا يمكن برضو من ضمن التحرير، انا كرجل مسؤول عن التحرير اتاكد من المعلومات المذكوره، احيانا واحد يقول مثلا عدد اشخاص مثلا مصابين بفيروس كذا في دوله كذا، انا من اين جاء بهذه النقطه؟ انا شخصيا كمسؤول تحرير اقول له انت جبت دي منين؟ واخدين بالنا؟ او انا ارفع السماعه واسال مسؤول في الدوله مثلا في وزاره الصحه كم وصل عدد حضرتك في، هل اعلنتم عن هذا؟ يعني كده احيان كتير يهم ان انت يعطي الخبر قوه ان تسنده الى الجهه التي استقيت منها المعلومه، وبحسب المتحدث الرسمي بوزاره الصحه مثلا ذكر ان عدد المصابين كذا، بخلاف انت بتذكرها كده مفتوحه يعني ده ما بيعطيش الايه الامر نفس القوه. زي ما انا ذكرت الان من الملاحظات انه يجب ان يتضمن الخبر بيان المصدر الذي استقينا منه. انت دلوقتي حاجه من اثنين، يا اما انت خدته من حد يا اما انت كنت شاهد عيان بنفسك، مفهوم؟ ممكن تذكر كده يعني من مصادرنا الخاصه كذا، او يعني كتب فلان، واخد بالك ازاي؟ شهدت العاصمة الفلانية اجتماعا مثلا في كذا بين فلان وفلان وكده يعني. فكلما كانت الأمور يعني دقيقة
وتحتاج إلى استيثاق وتأكيد، أو تخاف من المسؤولية. في الحالتين اعزو الأمر إلى قائلي، نسند كما يقال باللغة الشرعية، يعني نسند الإيش، أو من أحالك فقد إيه فقد برئت ذمته. يعني واحد أحال إن الكلام ده أنا واخده من الحاجة الفلانية، هو برئ ذمته. ماشي. بس احنا احيانا بنجاهل، يعني نذكر بصيغة التجهيل وقد ذكر شهود عيان. كل ده بيعود بقى ليك انت كصحفي او كجريدة او موقع كذا، بيعود على المصداقية بتاعتك. فلما تذكر هذه المصادر، هذا المصدر نفسه، مصدر الجريدة او الموقع، معلومة معينة دون اسناد، هو اللي بيتحمل مسؤوليتها الأدبية والقانونية. ممكن خبر واحد سطرين يثير بربلة في المجتمع كله، فيعود باللائمة على المكان وعلى الصحفي، وقد تكون عليه مسؤوليات قانونية. واخدين بالنا؟ لأن احنا بنخرج الأمر، يعني الموضوع مش دردشة بيوت أو الصحاب، لا ده احنا خرجنا للإيه؟ للرأي العام، فننضبط بالأمور المتعلقة بالرأي العام. مثلا ادعاء اتهام أن فلان الفلاني مثلا سرق كذا، اختلس كذا، واخدين بالنا ان هو ادين بكذا الى غير ذلك. اي اتهام عموما ما دمت لا تملك دليلا عليه ومعكش مستندات ليه، فانت كده بتعرض ان هو يقاضيك الى غير ذلك. اذا نقلت عن المعنى من مصدر، فتقول تعزو الى هذا الايش، الى هذا المصدر. لكن اذا انت خدت النص بنصه، حطه بين قوسين، خد بالك، ومثلا وقد قال الرئيس فلان نقطتين، وحط قوس كذا 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 كذا، او الكلام اللي قاله بالظبط، واقفل القوس وخلاص. واخدين بالنا؟ هذا من ضمن ايه الملاحظات الاساسيه في قضيه التحرير. يعني قلنا قبل كده برضو يستحسن تغيير اسلوب الاشاره الى المصدر، ومثلا بسؤال السيد فلان فلان، ده طبعا هيكون بقى في قضايا اخرى، يعني بخلاف الخبر. احنا قلنا التقرير ولا التحقيق بيبقى فيها توسع عن الخبر، لان ممكن تسال اكتر من شخص، ممكن تعرف تجيب اكتر من معلومه من اكتر من مصدر، وتعود لجزء تاريخي وتعود لاشياء تانية. فلو هنتكلم عن شخص واحد مثلا، يقول لك وقال فلان كذا كذا كذا، واضاف كذا كذا كذا، وبين كذا، واعلن انه سيحدث كذا، واشار الى كذا، الى غير ذلك، حسب اختيار الايه الموضوع. تمام. لا حرج من استخدام الفاظ معربه، وقد درج الناس على استخدامها، مثل الاستراتيجيه، الدبلوماسيه، التكتيكيه، الى غير ذلك. اي شيء صار الناس يعني اعتادت عليه، حتى كلمة السندويتش، الحاجات دي كلها هي لها صحة لغوية طبعا، مصححة احيانا لغوية، زي مثلا الكمبيوتر بيقولوا طبعا الحاسوب مثلا، من كان الحاسوب الحقيقة يعني اصبحت كلمة قديمة شوية، لانها الحقيقة ليس عمل الكمبيوتر، هو الحساب يعني. لكن احيانا بنجد كده، لكن لا حرج في الاصل. 10 دقائق بالضبط، 10 دقائق ونتوقف للصلاة. لا حرج في الأصل من استخدام هذه، لا حرج صحفيًا يعني، لا حرج صحفيًا يعني، إنما طبعًا اللغويًا دي محتاجة شوية يعني اتفاقات مع أهل اللغة، لكن على الأقل صحفيًا اعتاد. هو خلاصة الفكرة دي إيه السبب؟ يعني ما السبب أنه لا حرج من استخدام هذه الألفاظ؟ ليه إحنا بنقول عليها كده في الموضوع؟ أي نعم. لأن الأصل في أي شيء متعلق بالإعلام هو كيف تصل هذه الرسائل إلى الناس بأقصر طريق. فلو أنا بقى يعني إيه رفعت سقف التعبير والتحديث وكذا، أنا هلغي ناس، مجموعة من الناس المتابعة ليا، من فهم ما يحدث أو فهم الرسالة اللي أنا عايز أوصلها. فلذلك أنا إيش قدر المستطاع بشوف أخسر طريق حتى أصل للمعلومة. ولذلك بعدت عن المعاني الغامضة، بعدت عن الجمل المبهمة، بعدت عن الجمل الطويلة. واخدين بالنا؟
بعدت عن المبني للمجهول، بعدت عن الجمل بين يعني معقوفتين أو الجمل الاعتراضية قدر المستطاع. أنا بحاول أبسط هذا الموضوع دون أن أتدنى بالثقافة ليكون هناك تفاعل مع الناس. إذن الموضوع كله هو إيه؟ كيف أملك ناصية التفاعل مع الناس؟ استخدام طبعا علامات الوقف ضرورة حتى يتضح الأسلوب، يعني أنا خلصت الجملة أحط نقطة عشان يعرف القارئ إن هو إيش سيقرأ شيئا جديدا، ما يعني نستفتح في فكرة أخرى جديدة وهكذا. الفاصلة، الفصلة المشروطة، الشرطة، أقواس الاقتباس، أنا بقتبس عن حد بحط بين قوسين، يعني بنقل عن أي أحد أي كلام أنا سأضعه بين قوسين بهذا كلامه وهو ليس كلامي أنا. ولذلك حتى يعني المحاسبة طبعا لاحقا، أن لو الواحد حط شيء ينبو عن الرأي العام فليس معنى أن أنت حطيتها بين قوسين أن أنت سلمت من المساءلة. واحد كان بيسب مثلا ويلعن، واخدين بالنا؟ احنا مش معنى كده أنا لا أظهره على الرأي العام، ممكن أنا أحط دي كمان بين قوسين يفهم منها القارئ أن هناك سب في هذه النقطة أو شيء يخالف سياسة مثلا المكان أو الآداب العامة أو أي شيء زي كده، بضعها بحط بدلها نقاط بدل ما يعني أتحمل أو إيه يعني أسيء إلى القارئ حتى أخلاقيا بنقل ألفاظ نابية سيئة حتى ولو أنا بنقلها عن غيري. لا، حتى هذا لا يعفيك أنت أيضا من التحرير، لابد أن يزيح هذه الجمل غير المناسبة. وبالمناسبة هذا أيضا ينطبق حتى على الفن، يعني أنا فوجئت في أحد الأفلام التي يدعون يعني أنها تمثل الثورة وما يشبه ذلك بألفاظ نابية وبأساليب غير يعني لطيفة، يعني وبطرق عرض فيها إساءة يعني للأشخاص في أذواقها العامة وإسفاف سخيف بالدعاء أنه يعني هو كل ما واحد يطلع له في الغرب بأسلوب فيه يعني دناوة، أنت احنا لازم نفتش في صناديق الزبالة يعني عشان نطلع الأشياء اللي في المجتمعات. طب ما يعني الناس بتفهم، يعني الإشارة تغني تماما عن أي أسلوب من ده يعني إلى غير ذلك. يعني حتى مش عارف أقول إيه، بيجيبوا حتى ناس في يعني في صور مقززة، يعني مش أقول أكتر من ذلك، يعني صور في يعني أماكن غير لائقة على الإطلاق. ما أتكلمش على المداعبات الجنسية والكلام من ده حاجة تانية، لا بتكلم واحد مثلا لو أخذ في الحمام في دورة المياه، يعني ليه تجيبه في دورة المية وأنت بتصوره في فيلم؟ ليه يعني؟ طبعا طبعا بالاضافه طبعا للاشياء الجنسيه وكده، طبعا الجنسيه طبعا لانه عايز يرفع شويه المشاهده في حاجه، لكن انا بتكلم حتى دي مش بتعمل حاجه يعني. طيب، ايضا النصائح الخاصه بالارقام لتسهيل القراءه، يحسن كتابه الارقام من 1 إلى 9 بالحروف، يعني وقد مثلا تم اعتقال 8 مثلا مجرمين او متهمين، يعني برضو الاكثر موضوعي ان ما اقولش مجرمين ما دام هو ايه، ما دام لم يعني يتم اصدار احكام نهائيه مثلا عليهم، فمتهمين 7 مش عارف كذا، 4 كذا، 3 كذا، كلها بالارقام يعني مكتوبه، يعني تكتب بالحروف. ايضا يكتب بالحروف كل رقم تبدا به الجمله، ماشي، يعني 99 شخصا نكتبها، ما نحطهاش أرقام، بس لو هنبدأ بها الجملة نكتبها، تمام؟ يبقى من 1 إلى 9 بتكتب برضو في أي موضع، ماشي؟ 37 تتكتب كده طالما هنبدأ بها الجملة، عشان ما يحصلش إن الناس ما تعرفش ده ممكن يكتب يظن دي غلطة مطبعية، طب دي ترقيم فقرات، دي كذا، واخدين بالنا؟ ممكن الناس تخطئ في هذا الموضوع. أيضا أرقام القرون، القرن 17، القرن 18 إلى غير ذلك، برضو بغية أن تكون الأمور أكثر تحديدا. بعض الجمل مثل 1% إلى غير ذلك، واخدين بالنا؟ ما عدا ذلك نكتب بالأرقام المكتوبة المعروفة الحسابية.
نتائج مباريات، إحصاءات، يعني هكذا أرقام متعددة، مثل 12 مليون 15 ألف كتبناها بالإيه؟ بالأرقام مع إضافة التمييز. الحرص على إيراد أسماء الأشخاص كاملة في أوائل الأخبار، واخدين بالنا؟ وبعدين ندقق هل الاسم ده هو اسم شخص ده فعلا، يا ترى في أسماء أخرى متشابهة ولا لا، ولا هو ده اسمه الحقيقي ولا اسم واحد فيه متشابه معاه. ما هو يعني مرة مثلا من ضمن المرات واحد بيقول أنا بستضيف فلان الفلاني، وبيستعبط يعني هو اسم واحد تاني غير الفلان الفلاني المشهور، واخدين بالنا؟ فده برضو من ضمن التلبيس اللي بيحصل في عدم إيراد الأشخاص، أسماء الأشخاص بشكل صحيح. يعني هو عايز يعمل فرقعة بإيراد شيء بينما هو في الحقيقة يقدح في مصداقيته هو كمكان وكشخص فعل هذا الأمر. إذن لما نورد أسماء الأشخاص المقصد منها إزالة اللبس عن غيره، فما دام الموضوع ما زال ملتبسا لازم نميز اسمه عن اسم الآخرين، إما بإيراد صفة له أو بإيراد اسم آخر له، والوظيفة قد تشتمل على الصفة الشخصية أو غير ذلك أو البلد. ردين بالنا؟ يعني ممكن واحد سياسي يشتبه اسمه مثلا مع ممثل مثلا، واخدين بالنا؟ فنذكر شيء ما يميز الواحد منهم عن الاخر، خاصة الشخص الايه الاقل شهرة. يعني منعا لللبس لا مانع بعد ذلك ان نذكر ايه، واضاف بقى مثلا احمد مثلا او اضاف سيد فلان كذا بعد ذلك يعني. أو استخدام ألقاب مثل الرئيس أو الملك إذا كان الشخص لا يحمل لقبا، بعد ذلك نضع يمكن أن يوضع باسم سيد إذا كان عربيا. هذا مثلا يعني إذا كان عربي يقول السيد فلان مثلا باعتباره عربي، وإذا كان أجنبي يوضع اسمه مباشرة وهكذا. الحاجات دي بتبان أكتر أن الواحد يحاول، يعني هو احنا بنقوله ليه، انا قلت الكلام ده قبل كده بس انا بكرره ليه، لانه مهم، وعشان كمان تبتدوا تطبقوا لانفسكم انتم اذا اردتم فعلا ان تمهروا في هذه المهنة، مهنة الصحافة، لابد ان تطبقوا هذا الموضوع. هات الملاحظات دي ضعها امامك انتباهك، اتكلم عن الفقرات، اتكلم عن العناوين، الصياغات، الطرق الكتابة هندرسها إن شاء الله النهاردة، ونبتدي نطبق هذا عندنا. نقسم الموضوع لفقرات دون أن يطغى ذلك على وحدة الخبر وتجانسه. يعني إيه بقى؟ اشرحوا لي الجملة دي. نقسم الموضوع لفقرات لكن دون أن يطغى على وحدة الموضوع وتجانسه. في نفس الخبر بنفس الإجابة على الأسئلة اللي احنا مظبوط. عندما اكتب لا اكتب مثلا اجابه خمس اسئله في 10 15 سطر متتاليه. نعم. يسبب ملل للقارئ فلا يقرا هذه الفقره الطويله. انما اكتب مثلا 5 إلى 7 اسطر ثم ابدا فقره جديده. لا كده كتير، 5 7 سطر في البتاع كتير. احنا بنتكلم على سطرين على 3 كده يعني. هنشوف دلوقتي ان الفقره نفسها لا تتعدى يعني 70 كلمة يعني. فقرة 70 كلمة؟ نعم. ايوه كده يعني لا اقل. يعني هو مثلا هشوف عندك، تعال نعد دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 واخدين بالنا؟ لو احنا هنحط 15 و15 و15 هذه كده 45 وهكذا يعني. المهم احنا بنقسم الموضوع لفقرات، واخدين بالنا؟ خلصنا فقره ممكن نبدا، ممكن فقره ونص، لكن المهم ال70 الاولانيين دول يبقى فقره. يحتاج ان الاكثر من كده بنضيف كمان ربع فقره، ما يهمش، هنضيف نص فقره، هنضيف فقره او اتنين برضه. على فكره ده كلام ليس فقط في الخبر، الخبر ممكن ياخد سطرين زي ما احنا شايفين كده، واخدين بالنا؟ ونكتفي بيها، لكن نتكلم على التقرير، التحقيق، حتى المقال، اي حاجه، اي حاجه بتكتب هو ده، كل ده عشان ايه؟ برضو نفس الفكره الاساسيه،
تيسير امر التفاعل مع الرساله. لما بيقرا هيلاقي كل السرد المتتالي ده هيمل في النص وينزعج بعينه. يعني الحاجات دي مبنيه حتى على فكره تفاعل الناس من جهه او الاستيعاب من جهه اخرى. مظبوط. يركز شويه يركز شويه. تمام. فكره دون ان يحمك الله دون ان يؤثر على ايضا وحده الخبر، يعني معناها ان احنا ما زلنا في نفس الموضوع، ما تغيرناش في حاجه ثانيه. عشان كده يبقى احتاجنا تفاصيل اكتر بنوجدها بس في نفس الايه الاطار بتاعنا، ما دخلناش لمواضيع اخرى. وايضا لا يجعل هدفنا الاختصار ان ده معناه ان الجمل نفسها اصبحت قصيره ومهلهله. لا، لابد ان احنا ايه ان تكون الجمل القصيره هنا معبره وليست ايه مختصره بشكل يسيء للمعنى. قلنا يراعى الا يزيد عدد الكلمات للفقره الواحده عن 75 كلمه، والا تزيد الفقره عن 4 جمل. واخدين بالنا؟ قد تقل الجمله واحده في الفقره، يعني اللي هو يعني الفقره نفسها ممكن تكون جمله واحده بس، انا بعد ما اتخطيت الايه ال 75 كلمه الثانيه نقلت لازم انقل لفقره كمان. احتجت سطر واحد هحطه، احتجت سطرين او ثلاثه هحطهم، خلصت الاربع سطور خلينا نخش في الايه في الفقره اللي بعدها. اذا يعني قسوها على سطور وخلاص، بدل ما مش هتقعدوا تعدوا بالكلمات. وان كان العد بالكلمات حاليا من خلال الوورد بتظللي الايه المستطيل بيكتب لك تحت عدد الكلمات، لكن مفيش داعي، يعني الموضوع فيه اريحيه اكتر من كده. كل 4 سطور انقل ايه لفقره اخرى. يشمل السطر ما بين 35 ل 75 حرف. برضو معلومه اخرى. واخدين بالنا؟ من 30 ل 35 ايه؟ حرف السطر الواحد. يعني يراعي يبقى كام كلمه كام حرف؟ 1 2 3 4 5. واخدين بالنا؟ فيعني معناها حوالي 7-8 كلمات يعني في الحدود دي يعني. طيب. طيب احنا هنخش بقى في طريقة كتابة الخبر، وبعد ما خدنا الملاحظات دي، لكن استاذنكم بعد ربع ساعة نكون صلينا ان شاء الله فيها. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في موضوع مهم هنا، وهي طريقة كتابة الخبر. احنا الاول تكلمنا عن الاساليب وكيف سنصوغ هذا الخبر باي سبيل. باختصار احنا عندنا 3 طرق لصياغة الخبر في قالب شكل قالب خبري. يعني ايه؟ يعني هيكون عندنا اكيد مقدمة ومتن وخاتمة، ده الاصل في اي عمل اعلامي. ده طريقة الهرم المقلوب. يعني لماذا نقول الهرم؟ كمثل القمة، لو ننتبه مثل القمة يبدأ من اعلى. لو سردنا الخبر بطريقة من الاعلى للاسفل من بدايته الى نهايته سمي خبر معتدل، يعني طريقة الهرم المعتدل. لو عكسناه فجبنا النتائج هي اللي فوق، وبعدين قللنا الأخبار أقل أهمية فالأدنى أهمية وكذا بدون الارتباط الزمني المرتبط بين الأمور وبعضها، أصبح الهرم الإيه المقلوب. وهذه أكثر شيوعا عشان اعتاد الناس على الاختصار من جهة، ويرغبون في الحصول على الخلاصة. مفهوم؟ بل ايه المقلوب؟ ليه احنا جبنا الخلاصه؟ يعني الخلاصه هي ان الرئيس بيعرف كذا. ماشي. مثلا لو نقولها بطريقه الهرم المعتدل هنقول ايه؟ عنوان اجتماع رئيس مع العمال. مثلا. فبنقول مثلا، ولذلك هو دائما الهرم المعتدل يؤخذ اكتر في غير الاخبار، يعني في التقارير، فنون التحرير الاخرى،
في التقارير والتحقيقات والمقالات وكذا بنسرة سرد منطقي للأحداث، سرد زمني، نخدين بالنا بنقول الأول ثم التالي ثم الثالث إلى غير ذلك، وبنختم بآخر شيء موجود. يبقى إذن ليه بقى احنا قلنا الهرم الثاني هرم مقلوب؟ لأنه جاء بالنتائج الأول، أحسن بدأ بالنتائج، نخدين بالنا مثلا كورونا تحصد أرواح عدد قد كده مثلا، نخدين بالنا من الناس. إنما لو احنا نقولها بصياغة الهرم المعتدل، بدأت مشكلة كورونا مش عارف بكذا وكذا ثم تطور إلى كذا وكذا، هي قصص، ولذلك هي إيه يقال عنها قصة صحفية، بنسردها كأنها قصة بترتيبات القصص الزمنية. يبقى دي مرتبطة بالزمن ودي إيه؟ ودي مرتبطة بالنتائج. يعني بتاع الهرم المقلوب جئنا بالنتائج الأول، ولذلك هو أكثر شيوعا لأنه بيختصر على الناس أشياء كثيرة جدا. بس المهارة إنك ما تحطش كل المعلومات في العنوان عشان تخليه يقرأ معاك سطرين ثلاثة مزيد من ذلك، واخدين بالنا. فإذا أسلوب الهرم المعتدل هو أسلوب القصص، قصة واحد عشان يكتب قصة، واخدين بالنا، ممكن يحط حتة كده يعني تشويق يعني من الخاتمة في الأول، لكن هو عشان يبدأ في القصة لازم يجيب لك من البداية، واخدين بالنا. أنا دايما القصة النتيجة في النهاية، وده الأسلوب القصص، واخدين بالنا. وده دي أسلوب الإيه؟ الهرم المعتدل، وقلنا استخدامه أكتر مش في الأخبار وإنما في التقارير والتحقيقات والمقالات، واخدين بالنا. نقول أن هذا القالب الفني يقوم على ثلاثة أجزاء: مقدمة في بداية الهرم وهي تعتبر مدخل لموضوع الإيه؟ الخبر، وإن كانت هذه المقدمة لا تحتوي على أهم ما فيه، ماشي؟ يعني نقول اجتمع الرئيس مثلا مع مجلس الوزراء في مقر مجلس الوزراء بتاريخ كذا واليوم الفلاني. طب انت انا عايز اعرف معلومة لسه، بقى اقرا اللي بعدها، وقد حضر من الوزراء عدد قد كده وغاب مثلا كذا وكذا، وكان موضوع الاجتماع عن كذا وكذا وكذا وكذا، او مثلا وكان الموضوع الاهم في هذا الاجتماع هو كذا، وبعد مثلا استغراق المناقشات لمدة 3 ساعات تم الخروج بالنتائج التالية. يبقى ده اسلوب ايه؟ القصصي، اللي هو بتاع الهرم المعتاد، ماشي؟ وعنوانها بيكون برضو على الشكل التقليدي ان هو ايه حصل كذا، خدين بالنا. هنقدم ونؤخر، يبقى دي حاجات ايه النوع التاني. النوع التالي اللي هو، او مثلا هنا مثال سرد لموقف من بدايته: عانت جموع الموظفين في مدينة كذا مثلا من قلة الراتب الشهرية. ده خلي بالك ده مش اسلوب بتاع خبر، ده اسلوب بتاع تقرير. اسلوب التقرير يحتمل ان انت ايه تسرد قصة كده شوية في الموضوع، واخدين بالنا. حيث اصبح الراتب بالكاد لا يكفي لاحدهم الى منتصف الشهر، ومن ثم بدأت دعوات زعماء العمال للتكتل ومن طلبة بزيادة الرواتب، وتم جمع توقيعات العمال لرفعها للمسؤولين، لكن تلك الخطوة لم تفضي لنتيجة مرضية، وفكر العمال في طريقة أخرى حيث قاموا بإضراب جزئي عن العمل من الساعة 8 إلى الساعة 10 صباحا، وهنا شعر المسؤولون بأهمية التفاوض معهم فاختاروا منهم ممثلين عن كل الأقسام. وشوف احنا كل شوية بندينا تفاصيل أعلى شوية، تفاصيل أعلى شوية في الأخير خالص ايه، أخدين بالنا. وصلت المفاوضات إلى حلول وسط نقلها الممثلون وزملائهم فقبلوها، وتم الاتفاق على التنفيذ بدءا من الشهر القادم. يبقى ده عملنا إيه؟ قلناها كأنها قصة، وهي أصلح لإيش؟ أصلح للتقرير أو التحقيق أو هكذا. طيب، في هذه القصة الإخبارية تم تناول الموضوع بصورة سردية راعت ترتيبات الأحداث، واختصرت الوقت أيضا بمثل قوله: وظل الأمر بين شد وجذب. اختصار، ما قالش تفاصيل أعلى يعني، لأنها تفاصيل لا تهم القارئ كثيرا. لاحظ هنا أن السرد أجاب على التساؤلات المشهورة: ماذا، من، أين، متى، كيف، ولماذا. ماشي، يلا طلعوا لي بقى إيه في القصة اللي أمامنا تفصيلات هذه الأسئلة من هنا. هنا مكتوبة
المكتوبة اهي اللي موجودة دلوقتي. أين اجتمع الرئيس؟ ماذا حدث؟ ماذا قرر؟ ماذا حدث هنا؟ ماذا حدث؟ ايه الموضوع الاصلي؟ القصة الرئيسية هنا ايه؟ المعاناة. القصة هنا ماذا حدث فيه معاناة؟ المعلمين ولا مين؟ هو مكاتبين احنا الموظفين هنا. الموظفين. انا بتكلم على القصة اللي قدامنا دي. يبقى ماذا حدث معاناة الموظفين؟ هذا العنوان الأول. طيب. لا. إذن القصة هنا ماذا حدث هو إيه؟ حدث أن الموظفين يعانون. عانت هي أول كلمة مجموع الموظفين ولا؟ نعم. عانت مجموع الموظفين. عانت. الأفضل أن يقال تعاني جموع الموظفين من كذا. لان احنا قلنا دايما استعمال مضارع افضل. نعم. لكن يصلح ان يكون في المتن وليس في الاصل الا يكون في العنوان على الاطلاق قدر المستطاع. ماشي. لكن بعد كده ممكن تحطها في المنتصف، هي اصلا ليست خطا لكن الثانيه افضل منها. مفهوم؟ يبقى اذا المشكله هي ايه؟ ماذا حدث؟ معاناه الموظفين. ايوه معاناه الموظفين. ماشي. طيب من الموظفين ومين تاني؟ الرؤساء بتوعهم. مظبوط. ثم بدأت دعوة زعماء العام. بعد كده ايه؟ ثم جمع توقيعات العمال لرفعها للمسؤولين. اين؟ في المكان الاجتماعي اللي كانوا عاملينه. مظبوط. نعم. متى المفروض نحدد هنا؟ أو مثلا اللي هو قاموا بإضراب جزئي عن العمل من الساعة 8 إلى 10. كيف فعلوا؟ كيف الإضراب نفسه والاجتماعات. مظبوط؟ لماذا؟ لماذا حصل كده؟ أو اللي هو نتيجة المفاوضات وصلت للحلول. مفهوم؟ كل ده إيه؟ إجابات على الأسئلة. يبقى ده اسمها إيه يا جماعة؟ طريقة الهرم المعتدل. سواء هي بتصاغ في الاصل في هنا دايما ممكن نتصف بها خبر بس هيكون ممل. هيكون ممل انه مش بيفوش عناصر الجذب اللي تخلي الشخص ايه يبتدي يتفاعل معه، الا لو الموضوع نفسه ذا له اهميه خاصه عند الشخص او عند الايه الاخرين. تمام. يبقى دي اسمها طريقه ماذا؟ الهرم المعتدل. الاخرى اسمها طريقه الهرم المقلوب، واحنا اشرنا ان معناها النتيجه الاول او المعلومات الأكثر أهمية تكون في الأعلى ثم الأقل والتفاصيل أكثر وتفاصيل أكثر وتفاصيل أكثر إلى أن نختم. مفهوم؟ وزي ما برضو بنقول إن كل حاجة بيبقى ليها مقدمة ومتن وخاتمة. كل عمل إعلامي كده لازم له، حتى لو برنامج بنقول بنمهد للموضوع بإن احنا نذكر إيه المقدمة عن الفكرة أو عن الحاجة اللي بتحصل. ساعات بيبقى متعدد الفقرات يقف المذيع ويقول احنا النهارده اتكلم عن كذا وكذا وكذا وفي موضوع كذا ويبتدي يشوق الناس ليه ثم اي نعم ويبدا بعد ذلك في التفاصيل ثم في الخاتمه بيشكر ايه هي النتائج هي الامور وهكذا. فاحنا هنا في طريقه الهرم المخلوب احيانا بنبدا بالنتيجه عشان نوفر على الناس الايه التفاصيل الزايده اللي هم ربما لا يحتاجون اليها. هي الأكثر شيوعا إذن في صناعة الأخبار وتعد أهم أنواع القوالب الفنية لكتابة الخبر وأكثرها انتشار. يعني ممكن واحد صحفي يفضل طول عمره ما بيكتبش إلا بالأسلوب ده، ما حدش هيلوم. واخدين بالنا؟ يكتب كل أخباره الصحفي وحتى المؤسسة الصحفية تقول لكل الناس ما تكتبوش الأخبار إلا بطريقة الهرم الإيش؟ المقلوب. مفهوم؟ قد. واحنا قلنا ان دي هنا اكتر الصق للخبر فقط، الخبر المحض. التانيين اكتر اقرب للتقارير والتحقيقات والمقالات. تمام. وهو ايضا افضل انواع القوالب الفنيه للكتابه في الصحافه التقليديه والالكترونيه ايضا بلا منازع. وفيها يتم تحرير الخبر وفقا لاهميه تفاصيله، فياتي في العنوان وفي اول سطر اهم الاحداث. تمام. وذروة الخبر ثم تنسحب. انت عايز تقرا زياده؟ طيب بديك تفاصيل اعلى، بديك تفاصيل اخرى يعني
تفاصيل أكثر تفاصيلا أكثر تفصيلا وهكذا. ثم تنسحب الأهمية إلى الأسفل متضمنة تفاصيل تاريخية مزيد من الإيه المعلومات الجانبية وهكذا. مثلا إطلاق سراح مجند اختطف على الحدود المصرية الإسرائيلية، ده خبر حقيقي يعني متاخد من جريدة يعني، واخدين بالنا؟ لو احنا بنقوله بصياغة الايه الاسلوب القصصي الهرب المعتدل هنقول ايه؟ عملية اختطاف. اختطاف مجند مصر مثلا، اطلاق سراح، اطلاق سراح، اختطاف المجند هيبقى هرم ايه معتدل، اطلاق سراحه هيبقى الهرم مقلوب، عشان انا جبت النتيجة خلاص مفهوم. الاستهلال يعني البداية المقدمة، نجحت اجهزة هو مش هدا تبقى مقدمة فعلا، هي استهلال صح على اساس ان اللي هي دي خاتمة مش مقدمة، واخدين بالنا؟ فنجحت اجهزة الامن مع مشايخ سيناء، يبقى دي من صح؟ هنقول إجابة من؟ فجر اليوم متى؟ في إطلاق سراح مجند تعرض للاختطاف، دي ماذا؟ إيه اللي حصل؟ مجند تعرض للاختطاف، إيه اللي حصل؟ المعلومات أخرى اللي هو نجح أجهزة الأمن في مع التعاون مع مشايخ سيناء، واخدين بالنا؟ متى فجر اليوم؟ قرب العلامة الدولية العاشرة جنوب معبري رفح وكرم أبو سالم على الحدود مع إسرائيل أو ما يسمى إسرائيل أين؟ يبقى احنا جاوبنا دلوقتي على كام سؤال؟ جاوبنا على من ومتى وماذا، واخدين بالنا؟ وحتى أشرنا إلى بعضها في لماذا هنا خلال إيه خدمته من قبل عصابات التهريب، واخدين بالنا؟ لماذا؟ عشان هو في خدمته كان بيتعقب هؤلاء فاختطفوه. المتن بقى بعد ما خلصنا الجزئية دي هنخش في مجموعات تفصيلية أكثر تفصيلا. نقول وقال مصدر أمني أن عصابات التهريب أطلقت سراح المجند فلان أو ألف عين مثلا وعاد إلى مقر خدمته وجاري التحقيق معه في محاولة التواصل في محاولة للتواصل الى الجناه. يبقى بعد ما خلاص احنا اطلقنا سراح وكذا كذا بدانا نتكلم معاه ونساله وحصل ليه والى اخره يعني. مزيد ايضا من التفاصيل، وكانت مجموعه من المهربين اختطفوا المجند اثناء قيامهم بمحاوله تهريب عبر الحدود بين كذا وكذا، وقام المسلحون والمسلحون باطلاق سراحه بعد انتهاء عمليه التهريب وبعد هروبهم في الصحراء. واخدين بالنا؟ اذا كان ممكن بس ببساطة هنكتفي بالخبر الأولاني اطلاق سراح مجند كذا. طب حبينا ناخد تفاصيل خدناها في الاستهلال الأولاني اللي احنا ايه بينا الأربع خمس الأسئلة إجابات الأسئلة الأساسية خلصناها، هنحط في تفاصيل أكتر الجزء الآخر اللي هو ايه قلنا عليه. أخدين بالنا برضو في ان هنا كام سطر في موجودة مثلا في الاستهلال، واحد اتنين تلاتة ونص يعني اتنين ونص، أخدين بالنا؟ سطرين ونص ماشي، وهما في الغالب هيكونوا دول 70 كلمة اللي قلنا عليهم. وبعدين اللي بعدها عشان احنا نقلنا الفكرة تانية فمن المفضل ان احنا نخش في فقرة تانية. بالمناسبة احنا بنتكلم على 70 كلمة او 75 كلمة دي كحد اقصى، لكن احنا لو نقلنا الفكرة تانية لازم ناخد ايه مسافة تانية جديدة، يبقى فقرة جديدة يعني مش شرط نترك مسافة نترك مسافة بالانتر بتاعت الايه الكتاب، واخدين بالنا؟ يعني احنا خلصنا الفقرة الاولى ولو حتى ما استوفيش ال 75 كلمة، لكن لو استوفي ال 75 كلمة نقف عند نقطة جملة مفهومة ونكمل معاها في السطر اللي ايه الفقرة اللي بعدها، مفهوم؟ وهكذا. اذا بهذه الطريقة اخترنا او اشتغلنا على طريقة الهرم المخلوب. الطريقة اللي بعدها هي اقل شيوعا من الاثنين الاولانيين، اللي هي كأنها خلط بين الايه الهرمين، الهرم المقلوب المتدرج. ازاي؟ ترتيب كل فقرة وما بينها من فقرات مقتبسة من اقوال المصدر حسب اهمية كل منها وفقا لقاعدة الاهم في الاهم،
هذا يعني أن الهرم المقلوب المتدرج أصلح القوالب الفنية في كتابة الأخبار القائمة على سرد تصريحات. يبقى إحنا قلنا الأولانية هي إيه؟ تقارير. في الغالب في الغالب الهرم المقلوب دايما بيجيبوا الإعلام نعم في أول الأخبار نعم بعدين بيشرحوا صحيح. لكن هنا بقى ممكن بنذكر التصريحات فنذكر ان فلان يصرح بكذا ويصرح بكذا، واخدين بالنا؟ دي بطريقه الايه الهرم المتدرج، لان بعضها بيكون احيانا من الاشياء اللي هي تعتبر اهم ما قيل او اشياء مهمه مما قاله، نتائج الايه التصريحات تقريبا زي ان فلان الفلاني يصرح بكذا. نشرة الاخبار ممكن تجيب بدون بتجيب معلومات بدون عزوها الاشخاص. طيب يبقى احنا في هذا مثلا عنوان نتائج مؤتمر فلان الفلاني الصحفية او الصحفي، مؤتمر فلان الصحفي تعد بحل المشكلات العالقة. يبقى لحنا هنا قلنا كل الحل ولا ذكرنا كذا. مثلا لو قلنا ان نتائج مؤتمر كذا، او مثلا نتائج مؤتمر مثلا او اجتماع مثلا مع امريكا مثلا، نحط نقطتين ونقول ايه الانسحاب التام من افغانستان مثلا، مفهوم؟ اصبح ده ايه هرم مقلوب لان جبت النتيجه خلاص. لكن لو انا سبتها ما هي النتيجه مش واضحه قوي، فيبقى ده هرم ايه متدرج او مقلوب متدرج، ان انا جبت جزء من النتيجه بس مش كلها. وقلنا دايما دي في التصريحات اكتر يعني. يعد بحل المشكلات العالقه، يبقى هو اذا اداني فكره ان في وعود اهو وان في حلول، بس انا مش عارف ايه هي، بضطر ان انا ابص عليها تحتها. انهى مؤتمر، يبقى اشتغلنا بقى هنا دلوقتي على دايما الهرم المعتدل اهو. انهى مؤتمر كذا كذا المنعقد في كذا بمدينه كذا وقائع جلسات، يبقى ده شغل ايه سرد المعتدل، مفهوم؟ واختتم رئيس المؤتمر الجلسة الأخيرة بتوصيات الايه المؤتمر وكان أهمها، ماشي؟ فتسرد بالأهم ثم الأقل أهمية. فهنا بقى ايه هنا التدرج، مفهوم؟ برضو اي نعم. فإذا الفرق هنا يعني ان هو اعتبروها كده في قضايا التصريحات اكتر يعني، عشان بس نريح بالنا. يبقى الهرم المقلوب هو في العادة لمن؟ في الأخبار المقلوب في الأخبار العادية. الهرم المعتدل في سرد قصصي للأشياء والأحداث كأنها قصة من أولها إلى آخرها، وهي أليق أكثر في التقارير والتحقيقات والمقالات. يبقى الهرم المقلوب أكثر ألصق في الأخبار خبر فقط، والأولانية في التقارير والتحقيقات أكتر. ينفع تعمل دي مدال دي تنفع طبعا، اللي هي المقلوب المتدرج بيبقى حالة وسط، اللي هي بنذكر بعض النتائج في البداية لكن بنذكر التفاصيل الأهم فالأقل أهمية بشكل سردي إلى النهاية، واخدين بالنا؟ التانية لا، التانية بنذكر الخلاصة فوق في اول سطرين انتهت المشاكل المواضيع كلها، بس عايز شويه تفاصيل بنعطيك التفاصيل. لكن دي لا، ده انت ممكن تفضل ماشي لحد نص الخبر نص الكلام لحد ما تبدا تعرف تفاصيل تهمك في الموضوع، واخدين بالنا؟ احنا كده خلصنا الاخبار او ايه او طرق كتابه الاخبار بشكل اساسي، تمام؟ وبذلك احنا هننهي هذه الجزئيه. لكن هيطلب الان من حضراتكم من كل واحد منكم يديني خبر بأي من هذه الأساليب كتابة الخبر بعد 3 أو 4 دقائق من الآن. يديني خبر بس بأي من هذه الأساليب الثلاثة اللي عرفناها. فكري واكتبي قدامك، نعم، خبر بأي من هذه الأشياء الثلاثة. إما بطريقة الهرم المقلوب أو الهرم الإيه المعتدل، وإما بطريقة الهرم المقلوب المتدرج.
طيب حتى تحضر الأخوات هذه الأخبار، فأنا أعلق على بعض التكليفات التي قام بعض الزملاء بكتابتها. تكليف رقم 2 في مادة الصحافة والصحفي، مش هذكر الأسماء والشخص يعرف نفسه يعني، وقم بصياغة 3 أخبار صحفية. ماشي حاضر إن شاء الله. بس هلا لازم أحط أكتب شيء جديد غير اللي كتبته. آه طبعا. يعني ممكن استعين بالتليفون تشوف في أخبار؟ طبعا. ما مشكلة يعني. لا لا لا. بس ما تنقليش اللي أنت عرفي اللي حصل واكتبيه بصياغتك أنت. إيه تمام. بس عشان أشوف شوف الأخبار. كتب اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار بين أمريكا وطالبان. إذن في هذا العنوان برضو يعني يعتبر بطريقة الهرم الايه المقلوب انه ذكر هذا الاتفاق، اتفاق تاريخي بين امريكا وطالبان. بقرا من الورق امامي. تمام. فبيقول جرى في اليوم كذا بالعاصمة القطرية كذا توقيع اتفاق الوقف اطلاق النار وصف بالتاريخي بين الولايات المتحدة من جهة وحركة طالبان من جهة ثانية، بعدما يقرب من 19 عاما من الحرب التي يخوضها تحالف يضم عشرات الدول الغربية بقيادة أمريكا إلى أفغانستان، وهدف إنهاء نفوذ طالبان دون جدوى. هي دي فقرة كافية جدا. المفروض إن هو عند حركة طالبان من جهة تانية يبدأ يحط نقطة ويبدأ يخش في فقرة تانية اللي هي بقى إيه بعدما أو بعد مفروض بعد قتال أو بعد يعني مناوشات دامت 19 عاما من الحرب. اللي كاتب الزميل هنا 1 2 3 4 5 6 7 إن شاء الله سطرين حتى مش مشكلة، بس تستوفي الأسئلة ال إيه الخمس. بعدين الموضوع والختام. مظبوط، بس في نفس الوقت تستوفي إجابة الأسئلة الأساسية. ماذا حدث ومتى وأين وكيف. وعلق أيضا على زميل كاتب فيروس كورونا أصبح وباء حسب منظمة الصحة العالمية. الأفضل يقول الأول منظمة الصحة العالمية، ما فيش داعي كلمة حسب دي، ده تفاصيل زايدة في العنوان. يكتب منظمة الصحة العالمية ونقطتين فيروس كورونا أصبح وباء. ماشي. طب ممكن نشيل كلمة فيروس لأنها أصبحت مشهورة، فنقول إيه كورونا أصبح وباء. يبقى إحنا اختصرنا من الجملة هنا تقريبا إيه كلمتين ملهمش فايدة. حسب كلام ده حسب دي بقى تجيبها ممكن في التفاصيل. ممكن لما جاء صاغ الخبر يعني قال كده في مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء كذا كذا يعلن مدير الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء بعد انتشاره في 114 دولة حول العالم. هذا أسلوب أي شيء من طريقة كتابة الخبر بأي طريقة؟ صح، أسلوب القصص، لأنه سردها بأسلوب القصص. لكن لو نذكر الكلام دوت في الأسلوب الهرب المخلوب هنقول إيه؟ هنقول بعد انتشاره في 114 دولة حول العالم أعلن مثلا مدير العام للصحة العالمية. طبعا هو ما ذكرش مين مدير عام الصحة العالمية، وهذا يعني إلى حد كبير يقلل من دقته، يجب أن لأن هو الشخص غير مشهور لهذه الدرجة. فنقول مدير إيه؟ او رئيس منظمة الصحة العالمية فلان فلان، واخدين بالنا؟ وكان ذلك في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء كذا وكذا. يبقى مين اللي قال؟ هو المدير منظمة الصحة العالمية. ماذا قال؟ اللي هو ان الفيروس اصبح وباء، واخدين بالنا؟ في زميلة كتبت ونشكر عموما الجهود لكن طبعا لنا ملاحظات، قالت إبراء خلف القضبان. هل هذا يصلح كعنوان
لخبر. لا مش كده، حتى هو اسلوب في صياغه ادبيه تصلح اكتر انها تكون مقاله، مقاله حتى لا يمنع المقاله تكون فيها جزء الادبي مش كده، او حتى ايضا فكره تقرير قد يكون، واخدين بالنا؟ او مثلا هو ليس خبر ده يقينا، يعني امراه خلف القضبان ليس خبر لانه دخل فيه الايه الاسلوب ده الادبي وليس فيه كده. وسط تعتيم اعلامي شقت الانباء طريقها لتبصر النور وتهتدي الى وسائل التواصل معلنه للملأ اعتقال بعض الامراء في الاسره كذا في المكان الفلاني بامر من كذا. امراء مهما يكون، حتى الاسلوب ده ينفع اصلا في الشيء الثاني. هل تعلم انك مصاب في الكورونا؟ اولا مصاب فيه ما ينفعش، مصاب به، ده رقم واحد. رقم اثنين الأسئلة لا تصاغ في الأخبار، الأخبار لا يكون عنوانها أسئلة، إنها تكون إجابات الأسئلة زي ما قلنا. ده يصلح برضو ممكن لتقرير أو جزء أو عنوان جانبي لتقرير، تمهيد كده، نوع من التمهيد. وما زالت تلك الراحة تطحنه من جديد، المئات بل ربما آلاف النازحين السوريين على الحدود اليونانية تعيد راحة تشريد كرتها الأولى. برضو هو ده جميل وكل حاجة، بس خلينا ده مش أسلوب الإيه، ده هذا ليس أسلوب نشكر طبعا الجهود، ولكن كما ذكرنا أن هذا أسلوب أقرب إلى المقال او الى التقارير وليس للخبر. الخبر يكون مادته فيها جفاف شوية، وان كانت اسلوبها يعني رصين رشيق قليل الى اخر ذلك. حد منكم جاهز الان؟ كتبت لك المصدر استاذ جاي، مش فكرة دول الاخبار مظبوط، بس هي حضرتك حطيتي بس الان الصياغه التي ستصاغ، يعني بمعنى ايه حطيت المعلومات اللي احنا فيما بعد لازم تكتبيها بقى. انت كاتبه هجوم بصواريخ مثلا، العنوان هجوم بصواريخ، لكن لازم نقول النتيجه. لو احنا هنقول النتيجه مش يعني ماذا ادت الصواريخ لايش، والله ما كتبوا. لو كتبوا ما كتبوا ورجيك الخبر، هنقول برضو ما كاتبين دون نتائج واضحه، هجوم دون نتائج واضحه، هجوم بصواريخ كاتيوشا. انا بقول لحضرتك العنوان سيكون دون نتائج واضحه، هجوم بصواريخ كاتيوشا، هذا يصلح عنوان، مفهوم؟ انا عايز النتيجه في الخلاص، واخد بالك؟ اما برضه حضرتك قلت كده لماذا حدث، مش معقوله انا بكتب في البتاع. انت حضرتك الكلام ده ليكي بس، لكن انا بقى لما اجي اصوغها بالسطرين الثلاثه المطلوبه، مفهوم؟ على بلده كذا مثلا غارت او اغارت مثلا مش عارف كذا بصواريخ كاتيوشا. هو العنوان حاطينه اللي حاطته فرنسا، العراق قصف على قاعده التاج العسكريه يسفر عن مقتل امريكيين وبريطانيين، مظبوط هذا العنوان صح. وحتى لو انا ممكن نكتب كده مقتل امريكيين وبريطاني في مثلا المكان الفلاني، يعني انا بس انا حطيت من عندي هجوم بالصواريخ. ما هو كلمه هجوم بالصواريخ ما تنفعش، ما بصير. لا قلت لك لازم تديني نتيجه. أيوة نتيجه ما هجوم مقتل كذا، قلت لك انا قلت لك مش قلت لك طب ايه عمل ايه الهجوم بالصواريخ، قلت لي لا مش كاتبين، امال ايه الناس اللي ماتت دي كانت ايه؟ ايوه مثل ما كتبوا هنا مقتل جنديين ومثلا اصابه كذا، واخدين بالنا؟ في هجوم بالصواريخ او في هجوم بالصواريخ مقتل كذا، ما تغيري غيري زي ما انت عايزه، لازم تذكري النتيجه، غيري في الاسلوب، هو كله بيقول شبه بعضه بس الاسلوب هو اللي بيختلف، مفهوم؟ وزي ما قلنا احنا هنكتب العنوان ده احنا كاتبينه احنا من نفسنا بنقول ده العنوان، بس لما نيجي نكتبه مش هنكتب كده العنوان كذا، ولا هنقول مثلا مقدمه كذا،
لا اين وماذا وكذا. يبقى احنا بنتكلم في نتيجه الاجابات. في طبعا في عموما جهود مشكوره ممكن يعني تاجلوا الاجابات فيما بعد. في برضه اخت هنا مشكوره برضه هي متفاعله معانا حقيقه في موضوع نفس الشيء التكليف الاول لما كنا بنتكلم عن اشكاليات استخدام التكنولوجيا في الصحافه. اجابت الاخت الفاضله وكان اجابتها يعني انا اعطيتها 7/10. هي بتتساءل لماذا؟ لان احنا قلنا مطلوب اشكاليات استخدام التكنولوجيا في الصحافه. هي تكلمت هنا عن فكره الفبركه والايه والتزوير وعدم المصداقيه. طب هل دي مرتبطه باستخدام التكنولوجيا ولا ده اصلا موجود في الصحافه عموما؟ احنا فاكرين لما كنا بنتكلم في تاريخ الصحافه وكنا بنقول ان الصحفي من زمان قوي كان يمارس الابتزاز احيانا يعني او يمارس الايه المجاملات او ما يشبه ذلك. فده كل ده شغل الفبركه من زمان بادئ من زمان قوي. فمفيش داعي ان احنا نحطه هنا ندرجه ضمن اشكاليات تكنولوجيا. فين التكنولوجيا هنا؟ انت تعالى قول لي مثلا في التكنولوجيا ان في صور بتزور اصبح استخدمت انا التكنولوجيا بالفوتوشوب بكذا بان انا وضعت شخص في غير المكان او غيرت معالم مكان او كذا وكذا وكذا. في صوره مشهوره في احد رؤساء العرب كان بيمشي مع الرئيس الامريكي. ففي الصوره الرئيسيه الرئيس الامريكي في المقدمه وده جاي في المؤخره. راح صاحبنا بالفوتوشوب عكس الايه الشخصين خلى الرئيس بتاعهم هم في المقدمه والمؤخر تاني في المؤخره. اللي طلع طبعا على الوكالات او له علاقه بالموضوع اكتشف هذا الموضوع ده كنوع يعني من الايه التحسين راي شكل الرئيس يعني في امام الراي العام بهذا الاسلوب. وفي بلاوي وفي ادعاءات وفي يعني يعني نوع من التزوير للاشياء والاماكن وهكذا. واخدين بالنا؟ فده برضو من ضمن يعني من ضمن الاستخدام الايه الاشكاليات في التكنولوجيا في الصحافه. ممكن فكره يعني تدفق المعلومات الزائد اللي هو بيخلي الواحد صعب عليك يا صحفي يختار ما هو الاكثر افاده وغرب الاشياء الاخرى وهكذا. فلذلك يعني اعتقد ان ايه اجبت انا على الاخت من هذا السؤال. او ساعات الشخص بيدي وصف زايد وبدون برضو يعني ما يعطينا في يعني بشكل سريع يعني في استخدامات يعني انا اعطيت اخ هنا كاتب 4 سطور اديته 7/10 فقط عشان ذكر لي كلمتين بس تخمة وكثرة المعلومات على اشكاليات تكنولوجيا الصحافة. واخدين بالنا؟ هو فقط يعني قالها كده فخد استحق انه ياخد عليها 7/10 بينما غيره ها؟ اي نعم تخمة المعلومات وكثرتها بتخلي ايه هناك اشكالية. الكلام ده ما كانش موجود في قبل التكنولوجيا. فبهذا نكون دقيقين في الإجابات بس ده المطلوب يعني. تمام؟ برضو هنا إلى حد كبير أخت تانية ذكرت فكرة إيش مع الطفرة التكنولوجية والتطور السريع في جمع المعلومات أصبحت المعاناة تتمثل في الكم الوفير والتخمة المعلوماتية. واخدين بالنا؟ وهو ما يثير قضية معايير المستخدمة في تقرير طبيعة ونوعية المعلومات المهمة والملائمة. أنا هكتفي بقى كده وإن شاء الله المرة الجاية حضراتكم تجهزوا برضو بطريقة الهرم المقلوب والهرم المعتدل والهرم أيضا المقلوب المتدرج خبر لكل واحد من هؤلاء. إذا حبيتوا فقط تكتفوا بشيء واحد بس خلاص خلينا في الهرم الايه المقلوب ونكتب منه 3 أمثلة. مفهوم؟ نكتب 3 أمثلة اما مثال على هذه الاشكال الثلاثة
وإما ثلاث أمثلة على شكل الواحد اللي هو بتاع الهرم. يعني تختار أخبار ونس اختاري حضرتك ثلاث أخبار بطريقة واحدة أو ثلاث أخبار بثلاث طرق كل واحدة طريقة. مفهوم؟ بارك الله فيكم وإن شاء الله نلتقي المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.